كوكو حبابي حباباتي، اشخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى حبابي هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اهلا حبابي، اشخباركم؟ كيف راكم اليوم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع شي صيام؟ كيف غادي معكم النهار؟ قولوا لي يلا، قلنا بسم الله. ايوا ان شاء الله غيدوز مزيان ان شاء الله. هي صراحه نهار الاول في رمضان صعيب الحال، وخصوصا على الناس اللي مراد عندهم شي مرض او لا شي حد مدمن على شي حاجه، صراحه صعيب الحال. ولكن حبابي انا متاكده غير شويه صبر وان شاء الله غيدوز كل شي مزيان. كتشوفوني انا بحال هكا كنبان لكم خاسره وا نهار الاول ديال رمضان قاصح شويه. المهم فقنا الحمد لله، بعدا تسحرنا بقينا كنتسناو في الاذان. انا ما فهمتش انتم شنو كتقولوا لذاك اللي تيهلل تيذكر تيهلل ما عرفتش. المهم ما سمعناش، ما ذكر ما هلل ما والو، والاذان اللي حدانا هنا قريب لينا حتى هو بحال ما كانش ولا كان صوت بعيد. ما فهمتش انا، بدا ما عرفتش. بقينا كنتسناو نشربوا الماء ولا مازال نشربوا الماء ولا مازال. واحد يقول لك لا الاذان راه باقي، انا تنقول لهم لا راه واقيلا، ما تنقول لهم انا واقيلا لا نسى راسو حتى هو ما فاقش ولا داتو عينو بقى ناعس ولا خاسر ليهم البوق ديالهم ولا ما نعرف. والمهم ما شربناش الماء، بقينا كنتسناو صافي شويه حتى سمعوا شي حد بعيد يذكر. بقينا كنتسنتو لي شويه ويأذن، وتخيلوا معايا كون ما تسحرناش. صراحه ما عرفناش شنو نديرو. تصوروا معايا كون ما تسحرناش اليوم، انا بالنسبه لي ما كانش غادي يدوز عندي قاصح ولا صعيب، ولا يمكن واقيلا لا كنت غنفطر. صعيب ما تسحرش صاحبي، ما تعشاش وما تسحرش، دوز زعما نهار ونهار الاول لا يمكن، زعما انت دوزو عادي، انا كنظن محال. المهم انا بالنسبه لي كنظن واحد 80% نقدر ما نصبرش. ايوا انا دابا هنا صبن شي حويجات طرف الدار داخل. ايوا صافي راك عارفين نتوما يعني بنهار في رمضان كيبان لك غير الشقا. الصراحه هو اصلا الشقا ديما كاين، ولكن في رمضان كيبان لك الشقا. شنو تنوض تخمل شي حاجه؟ ماشي تخمل لا ما تخمل. الله يودي صعيب صعيب صعيب، ما تبغيش عدوك في رمضان. زعما تطرف تشطب تجفف تصبان صافي، اما زعما تخمل نوض تخمل تعزف تخرج الحوايج والله لا قدرتي ديرو. ويلي ما سلكتي راسك حتى، وانت زعما ما كدير والو، يعني هي صايم ما كدير والو وكتبقى هاز الهم وكتفكر في الجوع وباغي تنعس وما باغيش تنعس. اما مشيتي تخمل والله تتفطر، قسما بالله تتفطر. ايوا صافي نتصبنت طرفت كيف ما قلت لكم الدار شويه لداخل، وعرفت الماء مع الصيام مع العطش يا سلام، ومع بارد وراك تشوفوا الريح اللي كاين، وكاين شويه السمر والله حتى بزاف، يعني ما كتلقاش السمر مع الصيام. وانا دابا زعما وصل دابا العصر قد العصر دابا نيت، يعني كنحس براسي الحمد لله، واخا ماشي شي سحور اللي على بالك زعما، ولكن الحمد لله كنحس براسي ما يعني مازال عاديه، ماشي شي جوع صراحه. وفي اغلبي في رمضان كيجي غير عطش ماشي الجوع، ما بالنسبه لي انا كيجيني غير عطش. ايوا انت اخويا وانت اختي، كيف غادي معكم النهار؟ كي دايز معكم الصيام ديال النهار الاول في رمضان؟ جاكم عادي ولا جاكم شويه الجوع ولا العطاش ولا تنيرفيتو مع شي حد؟ اليوم على الصباح واحد المعلميه شفتهم من الشرجم على الصباح كيدار. يلا اول نهار في رمضان كيدار. ايوا الله يستر وصافي. اما بالنسبه للمارشي تدخل زعما السوق تقدا شي حاجه ولا الحانوت تقول بحال غادي يسدو، كلشي كيتقدا، كلشي في المخبازه، كلشي في الحانوت، كلشي عند الخضار، كلشي عند مول الحوت، كلشي عند القصير،
وبحال غادي يسدو. ما فهمتش انا والله ما فهمت. ومع 12 بنادم تيهز في الخبز غادي يبيد الدار ترى الدرجه كاع. تبارك الله رمضان راه شهر ديال الخير ودال البركه، يعني فيما خرجتي تلقى الخير موجود وفي اي وقت. داك الزحام اللي ما عرفتش علاش، والله ما عرفت داك الزحام علاش زعما كانت مرات في داك الزحام. ما عرفتش واش بنادم كيعجبو اصلا يتزاحم، واش زعما داك الشيء اللي باغي هو غيتقاضى غيطيروا بيه كاع الناس وغيبقاو بلاش. الخير موجود نقولوه غير بسم الله. ودابا خصوصا في رمضان كتمشي تاخد شي حاجه من المخبزه ولا من عند شي واحد، مهم هذوك كيديروا الشباكيه ولا كيديروا البريوات ولا البسطيله بسمان، راكم عارفين بغرير بطبوط. والله القاسم بعض المرات كتاخد شي بسطيله صغيره ولا شي بريوات، اش كتلقى فيهم؟ ما كتلقاش فيهم داكشي اللي باغي انت، كتلقى فيهم ديك الشعريه كامل، هذيك البريوه كامله ولا ديك البسطيله كامله اغلبيتها هذا باش عامره بالشعريه، الشعريه الصينيه. ما كتلقاش فيها زعما داكشي اللي باغي انت، على حسب انت شنو باغي. باغي بريوات ولا البسطيله بالكفته بالدجاج بالحوت بالفرماج بالخضره، داكشي ما تيكونش. حدك كتلقى شويه شبزيقه وما تبقى كامل شعريه. ولكن اللي تهربوا لي انا هو داك الانسان ولو هذوك الناس كيعاودوا يرجعوا نفس المحل كيتقدموا منه داكشي اللي خداو. واش الناس ما عندهاش الطوق؟ واش ما كتذوقش؟ واش الناس بغينا ياكلوا غيخشيو في وجههم ويعمروا كروشهم ولا كيفاش؟ ودابا بيني وبينك واش ما عمرك انت مشيتي تقديتي شي حاجه بحال هادشي اللي دابا ولقيتي داكشي ماشي هو هذاك؟ انا راه ديما تقريبا من ناخذ شي حاجه كنلقاه ماشي هذيك وترجع عندها تبقى تناقر معاه، لانه هو هذاك مول المحل ولا هذاك الخدام في داك المحل كتلقاه باقي كيصيف في نفس داكشي اللي ماشي هو هذاك. غنقول لك علاش بالنسبه لي انا، لان كنلقى داك الكليان تقريبا كامل راضي بداكشي عاجبو الحال، ماشي تيجي عنده واحد يقول لي لا صاحبي شنو هادشي درتي معانا، هذا يجي لها اخر يجي واحد اخر يجي وحده اخرى او غاديه. ماشي اللي داك مول المحل ولا هذاك الخدام تما في المحل كيحاول يقاد في داكشي ويعطيه ليهم كيما باغين، ولكن هو ملي كيشوف ما كتجي حتى شي ريكلاماسيون ما كتجي حتى حاجه. سيد خدام عادي ايوا نورمال غادي يعطيك الشعريه. رمضان احبابي احنا عارفين كاملين الشهر ديالاش، شهر العباده. كيجي هاد الشهر لا على وعسى نتعبدوا فيه ولو غير شويه، زعما راه 11 شهر وحنا شاهدين الراحه. وهاد الشهر زعما تنبغيو زعما خاصنا نحاولوا، ماشي تنبغيو خاصنا نحاولوا غير شي حاجه. ولكن انا بالي غير ماشي شهر ديال العباده صراحه، بالي شهر ديال القصص. شهر القصص تهاني مع راسك، كل واحد علاش كيتوهم بحال دابا 11 شهر كامله بنادم ما كانش ياكل كيصبر. فهاد 11 شهر كيصبر حتى كيجي واحد الشهر اللي خاصو بروفيتي فيه مزيان. والمصيبه الكحله هو ان تيهلك راسو، كيهلك المعده ديالو المصران، كيهلكهم. ورمضان دار ماشي على هيبه بوحدها، دار حتى الصحه. كنصومو كنصحو، صومو تصحو، ولكن الناس ما كيبانش ليها هذا الشيء. الناس كيبان لها انها خاصها تاكل. والله لا زعما العين خداعه، العين هي اللي كتاكل. خاصو بنادم خاصو يشوف الطابله عامره مبلوكي مطرطقه، الا نقصت حاجه وحده زكا هذا ماشي فطور ولا هذا ماشي سحور. ورغم ان راه ما تياكلش من داكشي كامل محطوط في الطابله، المهم عنده ولا عندها هو ان الطابله خصها تكون بلوكيا ما تلقاش فين تحط يدك. واغلبيه الطوابل باش كتلقاهم عامرين، قول اخويا باش كتلقاهم عامرين، نشوف واش غتجي فيها ولا ما تجيش فيها. ماشي مشكله غنقول انا باش كنلقى الطوابل عامرين، ولكن انت غتخلي تعليق وغتقول لي واش انت هذا هو الجواب ديالك. اغلبيه الطوابل اخويا عامرين بالخبز، كاع انواع الخبز اللي تخيلهم واللي يجيو على بالك واللي تبغيهم كتلقاهم محطوطين في ديك الطابله. ها الخبز خبز براسو باريزيان، ولا خبيزات صغار، ها البطبوط، ها البغرير، ها المسمن، ها الشباكيه، ها الملاوي، ها القرص تيبا، زيد عاوتاني الحريره كتكون مدوره بدقيق تقريبا، شو غيدوروا لك الناس بشي حاجه اخرى.
الشوفان ولا ما نعرف شنو، تقريبا جل بنادم وجل عيالات كيديروا غير الدقيق، الله يحسن العون وصافي. ايه ولكن باش بنادم طابله كتلقاها مبلوكيه عامره بالخبازات، شتى انواع الخبازات، ها ويلي لازم يحط واحد سلطه، واحد شلاضه، معطيشه الخيار الخوص، يدير في داكشي اللي كيعجبو ياكلو، يدير شي بروتين فيه البيض ولا شويه ديال الدجاج ولا شويه ديال اللحم ولا شويه ديال الحوت. الخبازات كيف ما قلت لكم يحط حاجه وحده، اما الملاوي اما البغرير اما البطبوط، كتلقى داكشي في الطابله قليل وفي نفس الوقت والله حتى كيشبع وكيفيدك، وحتى الطابله مبلوك يا خبازات، والكرش كتولي عندك بحالك تاكل فيها بنادم. تلا بغيتي دير شي حاجه وباغي غير تماطر شي حاجه ولا تهبط شي حاجه من الارض ولا تبغي تسد السيور ديالك ولا تلبس شي حاجه، كتوحل والله الا كتوحل. اما واحد المنظر حديت ولا حرج، ملي كتلبس شي حاجه ما كيبقى عندك لا منظر لا والو، كتولي مشكودر. رمضان الخوت راه صعيب والله الا صعيب، صعيب من ناحيه ديال انك الا ما قابلتيش راسك بقيتي كتاكل بزاف خصوصا الدهنيات، اولا مبقيتيش كتريني، اي مره مبقيتيش كتريني وكتنيرف بزاف، وخلاص ما كنتيش مره كتصلي كتقرب شويه من الله، يعني شنو غيبالك ديك الساعه، غيبالك مضاربه والمعايطه. وهذا رمضان كيف ما قلت لكم راه شهر ديال الخير والبركه، غير حنا ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معاه. كنتمنى انا هذا الشهر دوز عندكم بخير كيف ما قلت لكم، الله يفرحكم فيه، الله يعطيكم من وجهه في خاطركم، الله يرزقكم باي حاجه كتمناوها، والله يعطيكم الصحيحه، صحتكم الله يخليها ليكم. غير بنادم يحاول يراعي صحته شويه، يعني من اي ناحيه، من ناحيه الماكله، من ناحيه شي حاجه مدمن عليها، المهم من اي يتها ناحيه، حتى من ناحيه ديال الاعصاب، انسان يبقى يتنرف يتعصب مع هذا مع هذا مع هذا والاخر مسوقش هو اللي فهمتي كيتاثر بزاف، وهذا راه يجيبها في راسه، والله يجيبها في راسه. بحال دابا غير وليدات الصغار مع الام ديالهم، كتلقى دابا المراه في الدار مسكينه كتشقى كطراف كتجمع الدار، ايوا كتشوش وجه الفطور، وعندها الوليدات يعني خصها تخدم هنا وهنا مسكينه، وراه غير وليدات مشكل، راه ماشي غادي يعصبوها. وتخيلوا معايا هي مسكينه صايمه وكتضرب تماره وعندها الوليدات صغار، والله زعما الله يحسن العون والله يرزقنا الصبر. بنادم زعما ما يتسوقش، ماشي ما تسوقش، ولكن غير واحد المحاوله، غير واحد شويه ما نتسوقش، عندي وليدات صغار ولا هذا منوضين صداع ولا هذا، نهضر معاهم غير شويه ونخليهم ولا ندير لهم شي حاجه شي لعيبه نفكر، فهمتي. اما الا جيتي تقابل شي حد والله الصيام تصوم، نهار واحد في الصيام تصوم. حبابي حباباتي كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وكيف ما قلت لكم غير بنادم شويه يصبر ويدعي الله، راه ربي كيشوف وكينظر خلات الوالده، وربي راه كيستجيب لاي حاجه، واخا ما كتجيش في الدقه الاولى زعما تقول اه وانا كندعي وما كتجيني حتى حاجه، ولكن ربي راه تيخبيها لك وكيجيبها لك في الوقيته ديالها، في الاجل ديالها كتجي. تهلاو ليا فراسكم بزاف وصحه فطوركم، وتقبل الله صيامكم، وان شاء الله رمضان ان شاء الله غيدوز مزيان وغيدوز بالخير ديالو ان شاء الله. وما تنساونيش من لايكات والتعاليق ديالكم، وكالعاده دوجا كتقول لكم راكم في القلب وكنبغيكم كاملين. تهلاو ليا فراسكم احبابي، ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. باي 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 باي.